باید به میدان رفت. چرا اینقدر بیتابی تو؟ بگو، بگو کدام آشورایی با قلبت، با احساست چنین کرده؟ بگو آشورا چه داشت که نه پیر می شناسد نه جوان؟ من دخیل تو هم از مرغ روحم هوای کربلا کرد، هوای کربلا کرد، بردرم ترسم بمانم آرزون، بردرم بردرم ترسم بمانم آرزون. هر کنارت عوض کرد و بلا ملنام ہے
بذار عالم ببینه شما، عشق و ولایت وزیری شما رو ببینه. شیش کفتانا ایزهی چمیچی آمدالله و شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی اکتر امفان لا یقبلون این جعلنا فی عناقیم اغلالا فهی الى الاتقان فهم مقمخون و جعلنا من بین ایدیم سدا و من خلفیم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طيركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني أضل في ضلال مبين إني أعلمكم ربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون وأسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كما لم نأخذهم من الكرون أنهم إليه لا يرجعون فإن كل لما جمعوا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة فهي إلها وأخرجنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره والعافية أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلومون والشمس تجري لمستقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرف الخفيف الشمس والنجوم لا تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وإذا قيل لهم اتقوا ما من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله وقال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وأطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهطلون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون على ما أدليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني على صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا لعلمنا يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ويحيي العظام وهي رميم قل يوها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم المكذبون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار اللهم صل على محمد رحم الله من قال لبيك يا حسين 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 نعم تمي مرسيتك ميكتا زمينة منو مرسيه اللهم صل على محمد وآل محمد حسين Okay.
Yeah.